الدهب 3 ساعة تلاتة ونص راح كل يوم نفس القصة. راح كل يوم بدي أعلم معك أنا كم مرة قلت لكم لا تفيقوني للإفطار، كم مرة قلت أنا إذا ما في قبل الإفطار ما في مخ بتخانق معكم. راح كل يوم راح تعيد نفس القصة، إذا سمحت لا عاد حدا يفيقوني للإفطار. وصلت؟ خلصت حكي بلا طعمة؟ خلصت؟ في حدا بالحمام؟ مشان أتوضى. بسرعة ايه والله ناقصين 5 ليرات. يخرب بيتك ايش هتعمل هناك؟ شو بك امي؟ ايش في؟ عم تتوضى؟ ايوه عم تتوضى مبالي فكرتك عم تفطر. افطار يا ريت افطار. ايش قلت لك؟ عم بغني عم بقول يا ريت لو نرجع سوا. يخرب ذوقك عم تغني برمضان؟ امي تركيني بحالي، ها تركيني بفطر هلا والله هلا. وعم ترفع صوتك بوشي لك عارفين ناقصين مصاتي 5 ليرات ومرتاش عليهم انا. شبك ليه عم تطلع فيني؟ انت ايش هلا ما صليت؟ ليش ما صليت؟ شلون ما صليت؟ صليت وخلصت انا صليت وخلصت. نعم صليت؟ ايه ما تحارب صلي ليش؟ عم يضحك انت ولا؟ يا ربي لسه عم يوم 12 رمضان، شكله وقت ما يخلص الشهر رح ننبسط كثير نحن، لو ننزل بالجامع ونصلي مو كان احسن لي؟ صحيح انت ليش ما رحت على الجامع صليت؟ بتعرف لو رايح الجامع ونصلي، شو اكيد اخذت اجر وثواب؟ كل خطوه عم تروح الجامع تاخذ فيها اجر وثواب، بيوم روحت عليك شوار من الحسنات. طيب انت ليش ما نزلت معي على الجامع وصليت واخذت الثواب كمان كل هاد معي؟ انا ما رحت لانه انا هلا انا ما رحت. انت ليش دخلت بعدين ولا؟ تعرف من لك هتحط راسك براسي مو بسوك لقول لك بسوك هاي اللي استعطتني اياها امك نزلت جيبها من تحت كيتر دور كلها جيبها يلا. نعم هاي اللي استعطت كلها بدي اجيبها انا لك هاي بدي الله كيس كامل يتعبى هيك قد لك شلون بدي اشيله ضروري اتمرمط برمضان انا لا تطوجني مسوق روح جيبه تعال قلت لك عليه بسرعه تكرم الله يمضي هالنهار بس على خير. وين الزينة اشتريت انا زيادة الدم بالبناية؟ يخرب بيته دافع 15 ليرة حق زينة تنسرق. انا بفرجيكم بفطر وبطلع لكم يا حارة ما فيها رجال غيري عشان تقولوا لا. ابو شريك اعطيني هاي القسطة كلها يا ترى. كلها؟ ايه كلها لك نصها نمضي هالنهار على خير. أنا جيت شو هاد؟ أبو عبادة أنت خليته لهادي يجيب لي القسطة كلياتها؟ روح الله يرزقها. ولك أنا لو مني وعلي كنت ما خليت أجيب لك شي منوب بس بدي أعزبه لهداك الحقير بس خليك بتستاهل. أنا اللي جبته أمي أنا اللي جبته. ما فيش تمويل أنت يا أبو عبادة هذا الدرهم هات. صار وقت السحور وامي لسه نايمه لك ما عملت سحور امي راح يقدم امي 6 ساعات شو رجع بتحكي 6 ساعات لك ايه امي الساعه صارت 4 يخرب بيتك ليش ما فيقتني لحظه ما صح اسوي سحور يخرب بيتك يا عبده لحظه انا ابو عبده ما شفته جاب الغراض ووصيته عليهم يخرب بيتك يا ابو عبده شكله نسيان يجيب غراض السحور ابو عبده ايش في ايش فيك؟ يخرب بيتك، انت عايش بغير كوكب ما بتحس مالك عايش معنا بالبيت، وين الغرض وصلتك عليهم للسحور؟ لك انا شكلي نسيت اجيبهم والله نسيت؟ ايش يعني نسيت؟ والاداء رح يقدر انا ايش بعمل هلا اكل؟ وانا ايش عارفني؟ دبلي شو بدك تعمل اعمل هيك؟ طلع برا مع بدها بطلقك ها؟ شو هاد؟ نوم اهل الكهف، ريتك تنام ما تفيق. الله لا يعطيك العافيه ابو بعد على هالفصل الناقص، ايش بدي اعمل اكل انا الله؟ ايش بدي اعمل اكل؟ ايوه انا شكلي عرفت ايش رح اعمل لكم. خدوج مش هتسحر يلا شوف شلون نايمه مد العشن المال نفس تحرك انا بفرجيك. ايش في انضربي على قلبك تسحر بسرعه وجيبي بابوجي معي يلا جيت وراكي
ابو بطيخ ابو زفت تقوم تسحل يلا رح يقدم نقوم نشطي نشطي لحالك روحي طيب ايش مقطوع الكهرباء ايش الريحه ريحه فروج امي شو عملت عملتنا فروج لا هي مي ريحه فروج هي ريحه كبسه انا بقول كبسه هي ريحه مقلوبه والله بتشوفوا يلا كلوا بسرعه لاندومي ما بتاكل بيرد يلا اندومي الله يخرب بيتك لك في حدا بيعمل لحدا على سحور اندومي شو بقى اندومي ليش ورقتي طيبه يخرب بيتك عم تاكلي مثل العجله تركيني بحالي من وكل عام جوعان كل عام يا يوم مش قد حد يا يوم ام عبادة تجيبي له مي حد كتير ليك المي لحظة توك الله أكبر الله أكبر لوين؟ خلاص طويت انا رح تسافر؟ وين رحنا بقى؟ ايه علينا اغنية يعني امي؟ هي ثالث مرة بتسأليني خلاص ولا؟ بدك تتطوط علينا؟ احكي بقى طول بالك اول شيء ما رحلة انا طالع ادور على شغل ايه وين يعني اي محافظة اي بلد؟ امي هذا بيساوينا فيه حزورته عروستي ماشي رح بلش اول شيء من الفزورة هي محافظة تركية وهي بتطلع على البحر فورا على البحر لو رايح تبيع مع هدول الدولية بالاحساس نلبسه كمان ما نغرق واول ما تلبسهم بتغرق فورا صايرة مهضومة مع بدايه ما كتير مهضومة صايرة ها ما عرفنا عروستي طيب هي مشهورة بالاماكن السياحية والاثارية القديمة كتير فيها منطقة اسمها ميدان السلطان احمد والسواح قديما كان يسموها المدينة القديمة ميدان السلطان احمد عرفته ليبيا بقول لك محافظة تركية بتقولي ليبيا ايش دخل ليبيا بالموضوع اللهم طولك يا روح خلصنا عروستي طيب انا رح اجيب لك من هيك اكلة مشهورة كتير طيبة حلو بالعسل ولك انو عسل ليش انت ما عاد تاكل حتى تجيب عسل عروستي وبسرعة لانه انا قربت اعرفه طيب غرفتك النوم انت جايبتيها من هنيك جايبتها من هنيك من حلب ليش حلب فيها بحر يغري طولوا بالكم عروستي رح جيب لك من هنيك جاكيت شتوي جلد لانه مشهوره بالالبسه الشتويه البرين عن جد خلص مو مهم عارف انت مهم جبت جاكيت بس مو مهم عارف بدك تجنننا انت ايش هاي على البحر وغرف نوم وجواكيت وحلو وما بعرف شو قربت اليابان يعني لك هي احسن من اليابان فيها جسر عالي بيفصل بين منطقتين كبار ايش اسمها يعني لا ما عاد اقول شيء لانه بتنكشف اكثر من هيك انتوا بظن عرفتوها اكتبوا التعليقات اللي عرفها لنطالع اسمه بالحلقه الجايه رمضان مبارك